نص معلقه واحده بس يا جماعه من المكون دوت على الكوبايه ديت، ده هينسف معاكي دهون تماما، كفيل لوحده ان هو ينزل نص الوزن معاكي في اقرب وقت. بس لو استعملت فعلا المقادير مظبوطه وعملت الكوبايه ديت صح، فعلا هتجيب معاكي نتيجه وهيبان عليك من اول اسبوع. وكمان عملت منه كريم لو دهنتيه في منطقه البطن او الارضفه او اي اماكن انت عايزه تنزلي منها الدهون، ده هيجيب معاكي نتيجه ممتازه جدا جدا وهيسيح معاكي الدهون في اسرع وقت. عايزين تعرفوا الطريقه ازاي؟ يلا بينا نخش الفيديو وحطوا لي لايك كده وتعالوا يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهارده ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد، وصفة جديدة. وصفتنا النهارده سهلة وبسيطة، هتقومي تعمليها دلوقتي حالا، مكوناتها موجودة في كل بيت وان شاء الله هتجيب معاكي نتيجة ممتازة لو عرفت فوائدها معايا. تابع معايا الفيديو للاخر وان شاء الله هتعرفي الطريقة الصحيحة اللي هتنزل معاكي الوزن، مش عايزة اقول لك بقى النص، تمام؟ يلا تابع معايا بقى الوصفه وحطوا لي لايك حلو كده، واللي لسه بيشوف قناه لاول مره يا ريت يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، شجروا الوصفه علشان بنات كتير تستفيد من الوصفه بتاعتنا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. وصفتنا النهارده يا بنات ان شاء الله نقدر نقول عليها ان هي مكنه حرق، وهي عباره عن ايه؟ تعالوا بقى اقول لكم المكونات بتاعتها. مكوناتها موجوده في كل مطبخ، وما فيش مطبخ في الشهر ده بالذات بيخلي من المكونات دي. هي ايه بقى؟ تعالوا شوفوا كده بقى معايا. طبعا دي كلها حاجات طبيعيه موجوده في قلب مطبخنا، الخضار والخيار والليمون، وفي كمان مكون تاني هنحط على الوصفه دي. لو انت بقى استعملتيها بالطريقه اللي احنا هنعملها مع بعض ديت هتستفادي منها كتير. تابع معايا الخطوات زي ما قلت لك ان شاء الله علشان تنزل الوزن بتاعك للنص بالظبط. انما بقى لو انت استعملتيها بطريقه تانية ده مش هتجيب معاك اي نتيجه. هي دي يا بنات النتيجه المضمونه، وهي دي الطريقه المظبوطه، تمام؟ اول حاجه كده انا معايا الخلاط بتاعي اهو زي ما انتم شايفين، ده يا جماعه الخلاط بتاعي اللي انا هحضر فيه المشروب. ومعايا طبعا شويه البقدونس دولت، لو انت عندك كبشه كده ممكن ان انت تحطيها على طول، هنخرطها كده اهوت بالشكل ده كده، محدش بقى يستغرب، محدش بقى يا جماعه يستغرب ويقول لي ايه اللي انت هتعمليه ده، لا صدقوني دي اللي هتجيب معاكوا نتيجه كويسه جدا. لو انت جربت وصفات كتير ما جابتش معاك اي نتيجه، جربي الوصفه بتاعتنا ديت النهارده. معايا الخيار، حابه ان انت تحطي واحده ماشي مفيش مشكله، حابه تحط اكتر من اثنين حطي، انا حاطه اثنين اهوت، هقطعهم بس بالطريقه دي كده. دي كمان خياري، الخيار يا جماعه على فكره الخيار فيه الياف كتير ودايما بيحسسنا بالشبع، خلاف كده كمان ان هو فيه فيتامين سي، تمام كده. انما ايه البقدونس بقى؟ ده يا جماعه البقدونس ده بيخلص الجسم من الميه الزايده اللي فيه، تمام؟ معايا بقى اهوت كمان الليمون، ده معايا كده نص ليمونه اهيت. هقول لكم الاول هنحط كل المكونات ده اهيت في قلب الخلاط زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهو، وحطيت عليه البقدونس. طبعا انا قلت لكم فايده كل حاجه من دي. دلوقتي هحط على المكونات بتاعتي كوبايه ميه، لان الكوبايه ديت انا هاخدها، حابه انت ضعف الكميه ضعفيها، بس انا بديكي يعني ايه، بديكي المقدار المظبوط. انت المفروض ان انت هتاخدي الكوبايه ديت مرتين في اليوم، تمام كده. دلوقتي انا معايا كوبايه ميه اهيت، هحطها على المكون ده، ومعايا برده النص ليمونه هقطعه شرايح كده اهو بالطريقه اللي انت عايزاها. وفي حاجه كمان حابه ان انت تعصريها ماشي، مش حابه آه، الافضل كمان ان انت تحطها بالجلد بتاعها او بالقشر بتاعها، لان القشر ده يا جماعه فيه فوائد كويسه جدا زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي انا هاخد الخلاط بالمكون بتاعي وهضرب، وده يا جماعه العصير اهوت، ده يا جماعه كده العصير بقى بالشكل ده كده، وهبدا ان انا دلوقتي اصفيه. ده كده يا جماعه دلوقتي انا هصفيه اهوت. لو انت حابه ان انت تشربيه من غير صفايه مش مشكله، وممكن كمان ما تفرموش الليمون، ممكن تعصري الليمون على اساس ان انت لو هتشربيه كده حابه ان انت تصفيه زي ما انا بصفيه كده، تصفيه برده اهو. ده كده يا جماعه اهوت، حابه ان انت تصفيه بقى صفيه زي ما قلت لك، مش حابه خلاصي. ده كده يا جماعه الكوبايه اصبحت ان هي جاهزه معايا، واقدر اقول لك ان دي فعلا كوبايه دمار فعلا، يعني دي هتدمر معاك الدهون بطريقه فظيعه وبطريقه رهيبه. طيب ايه المكون اللي احنا هنحطه بعد كده؟ معايا معلقه الزنجبيل، ده يا جماعه نص معلقه زنجبيل مع المكون اللي احنا حطيناه دوت اهوت زي ما انتم شايفين كده. الزنجبيل دوت بيعمل ايه؟ ده بيسد الشهيه معاكي،
ده بيسد شويه معاكي وبيزود معاك ده الحاجه. تمام كده. هقول لكم برده الكوبايه بتتاخد امتى علشان محدش يقول انت ما قلتيش. هقول لكم طبعا في ناس هتقول انا مش هعرف اشربها بالحاجات بتاعتها ديت. هقول لك صفيها زي ما انا صفيتها كده قدامكم اهيت، طلعت كل الحاجات اللي هي فيها اللي هي التفل ديت طلعتها على جنب. خلي بالكم برده يا جماعه اللي احنا طلعناه او الصفايه اللي احنا طلعناها دهيت اهي بالشكل ده كده اهيت، لو انتم يعني شايفين كده وملاحظين ده التفل اللي هو او الخشنه اللي هي طلعت من الصفايه. تمام. علشان طبعا في ناس هتقولي طيب اصفيها ولا اشربها كده، لا بقول لك صفيها على اساس ان انت تبقى سهله معاك وانت بتشربي. طيب الصفايه دي بقى انا هعمل بيها ايه؟ ده يا جماعه انا هحط عليها دلوقتي، هقولها لكم برده دلوقتي بعد ما نخلص الوصفه دي هقول لكم هنحط عليها ايه، وهتبقى برده دهان موضعي جميل جدا عشان تدهنيها في المنطقه اللي انت عايزه تخسسيها سواء الكرش سواء الارضاف اي مناطق زايده. ده ان شاء الله هتجيب معاك نتيجه كويسه لو احنا حطينا عليها مكونين بس. طبعا انا حطيت الزنجبيل بودره زي ما انتم شايفين كده قدامكم في الكوبايه، حطيت نص معلقه صغيره خالص على الكوبايه ديت. لو انت عندك الزنجبيل فريش ممكن تاخد قطعه صغيره وتفرمها برده مع المكونات اللي احنا عملناها ديت في الخلاط، ده هتديك يعني نتيجه ممتازه. انما لو انت ما عندكيش الا بودر بس ممكن تحطيه بعد ما تصفيه بالشكل ده كده اللي احنا حطيناه. في بقى كمان مكون معايا ده كويس جدا جدا، ده هيزود معدل الحرق عندك بطريقه رهيبه، نص معلقه صغيره من القرفه اهو زي ما انتم شايفين كده. الكوبايه دي يا جماعه لو احنا في الايام العاديه دي لازم لازم ان انت تشربيها قبل ما تنامش، دي حاجه يعني ضروريه جدا بنشربها قبل ما ننام، دي حاجه يعني حاجه ضروريه اكنه كده يعني دواء لازم نشربه. ليه؟ علشان بيزود معدل الحرق بتاعنا واحنا نايمين، قبل ما ننام بنشربها على طول. طيب في الايام بقى شهر رمضان بنعمل ايه؟ قلبها بس كويس. طيب في رمضان بقى ناخدها امتى؟ طبعا انا قلت لكم في الايام العاديه يا جماعه يعني شيء ضروري حتى لو انت مش حابه طعمها وضعها مره واحده بس قبل النوم كده بساعه لازم تكون شابه كوبايه زي دي. تمام. غير كده ممكن تشربيها، الناس اللي حابه طعمها ممكن تشرب كوبايه واثنين وثلاثه منه ما فيش اي مشكله. طيب في ايام رمضان بقى طبعا كل سنه وانتم طيبين زي ما احنا دلوقتي كده هنشربها مرتين، مره بعد الفطار، مره بعد الفطار بعد ما تشربي كده بساعه ولا حاجه وتخلصي اللي وراكي تقوم مجهزه الكوبايه زي ديت شاربه. قبل ما تيجي تسحري برده بساعه بتكوني شاربه كوبايه زي دي. دي بقى هتنزل معاكي الوزن بطريقه كويسه جدا لانها مضمونه ومجربه وان شاء الله يعني حاجات كلها طبيعيه، هتنزل معاكي الوزن بطريقه كويسه جدا جدا. وبتعمل كمان حاجه ان هي بتسد معاكي الشهيه، لو انت مثلا بتاكلي كتير او شهيتك مفتوحه دايما اشربي يا جماعه اشربوا دايما الكوبايه دي، ده بتسد معاكي الشهيه بتنزل معاكي الوزن. لو في جسمنا ميه ولا حاجه ميه زايده ولا حاجه ده يا جماعه بتنزل الميه الزايده اللي في الجسم. تمام. دلوقتي بقى يا جماعه هنعمل الكريم الموضوعي. كل الحاجات ديت انا مش هرميها، اللي انتم شايفينها ديت ده انا مش هرميها، ده طبعا اللي هو التفل اللي طلع من المكون بتاعي او من الكوبايه بتاعتي. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ معايا طبعا خل التفاح زي ما انتم شايفين كده اهو، هاخد معلقتين من خل التفاح ده كده معلقه وده كده معلقه، معايا برضو زيت الزيتون اهوت هاخد منه معلقه واحده بس، ده كده معلقه زيت زيتون اهو. معايا الزنجبيل اهو انا هاخد برضو كده منه معلقه زي ما انتم شايفين. وتعالوا بقى نجهز المكون بتاعنا ده كده يا جماعه، بنقلب المكونات كلها على بعضها بالشكل اللي احنا شفناه ده كده. ده كمان خلاف يعني لو انت مثلا عندك كده في منطقه الجسم الداخليه ولا حاجه، يعني مثلا لو في البطن في مناطق غامقه ولا حاجه واللي انت عايزه تخسسيها ده بيشيل كل الحاجات دي، كمان بيفتح البشره اهو، يعني مش تخسيس بس لا هو بيفتح البشره كمان في نفس الوقت. ده كده خلاص انا خلصت المكون اهوت. قبل ما استعمله بقى هقول لكم انا بعمل ايه. قبل ما بنستخدمه في اي مكان لازم بيكون غسيل المنطقه اللي احنا هندهن فيها الاول، ازاي؟ بميه دافيه خالص وبنقوم غسيل المنطقه ديت. ليه؟ عشان بتفتح المسام بتاعتنا اللي احنا عايزين ندهنها. طيب دلوقتي هندهنها ازاي؟ بنقعد حته كده اهوت وليكن المنطقه ديت اللي انا عايزه ادهنها اهي بالطريقه دي كده اهو، وبمسك وبفضل افرك عليها كده اهوت. بنمسك كده يا جماعه المنطقه اللي احنا عايزين نعملها اهو بالطريقه دي كده، وبتعملي الحركه دي كده
وبحركة دائرية كده اهو، بحركة دائرية كده اهوت. وبعد كده اهو كل ما تعملي تقومي عاملة بايدك بصوابعك عليها كده اهو بالمنطقة دي كده، وعندك كيس ستريتش ولا حاجة ممكن بتقومي لفة عليها وتسيبيها لمدة 2 3 ساعات، وبعد كده بتغسليها برضو بالمية الدافية. هتبصي تلاقي عملت نتيجة يعني كويسة جدا معاكي ونتيجة ممتازة. ودي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة يا جماعة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وشير يا جماعة واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.